مزيج كفن تبع الموجة. دقيقة حظ فتوما صباح النور مجدي مرحبا صباح الزهر ان شاء الله والعطرشيه والحاجات البنينه الكل فما برشا زهر اليوم اكيد نبداو مع الحمل حاول انك تكمل اللي بديته وابعد على الانفعالات ركز امورك باش تنجز المطلوب واضح اثور اجواء ايجابيه على الصعيد الشخصي وبشره خير في المستقبل القريب والجوزيه ليندا متقلق شويه شبي بابا بسم الله الجوزي محسن مذمن وقايد تغيير جو والحظ والطاقه الايجابيه وتغييرات في صالح السرطان فرص وأخبار حلوة في طريق عليك الأسد يخمم في التغيير اقلق ويلوج على جديد العذراء مصروف برشا جمعت لقاءات مهنية وتوصل لنتيجة المطلوبة الميزان ما تسرعش وحاول انك تتعامل بدبلوماسية مع الناس اللي دايرين بيك وهكيك تبعد على القيل والقاء وتلقى الإيجابية والتغييرات والحظ يدعم في العقرب فما الانفراج على الصعيد الشخصي ونصيحتنا للقوس خليك متفهم نهار عندك راهو ونهار عند غيرك ظهر لي نفهمه في بعضنا وين السؤال الجدي يعيش في قصة حب ولا في الأحلام يخمم في المستقبل مع الحبيب ادلو انت قدام اختبار مهني لازمك تنجح فيه وتثبت اللي انت الأجدر ونختمه مع الحوت فما الانفراج في وضعك المهني اتصال وتواصل على الصعيد الشخصي دقيقة حظ